صمت رفض. يعني اللي بيقولك السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الضغط، السكوت علامة القهر، السلوك السكوت هو علامة كتم السلوك، السكوت هو علامة حرمان الإنسان من التنفيس عن مشاعره. السكوت هو الحالة الفظيعة اللي بتخلي كتير من الستات بيعانوا من الضغط والسكر ومشاكل القولون والمعدة ومشاكل الجهاز التنفسي ومشاكل العظم والمفاصل، وأكثرهم بيبقى عرضة للاكتئاب. وده اللي بيخلي كتير من الستات عرضة للاكتئاب أكتر من الرجالة، وعرضة لاضطرابات القلق أكتر من الرجالة، وعرضة للكوابيس والأحلام المزعجة أكتر من الرجالة. ليه؟ لأنها لا تتحمل الصمت اللي هي بتترجمه على إنه رفض. ترجمة صمت الزوج، الصمت ده ملكة ولغة. لما أكون أنا ساكت بس عينيا بتقول لأن العيون ليها كلام، لما أكون ساكت بس ببتسم في وشها لأن ملامح الوش بتقول كلام، لما أكون ساكت بس قاعد جنبها لأن اللمسة كلام، لكن لما أكون ساكت عن رفضه ومش عايز أسمع عن عمده وقاصد إن أنا ما أتكلمش وحريص إن أنا ما أتواصلش ومش مقدر اللي هي بتقوله ومش مستمتع باللي هي بتحكيه ورافض إن هي تكمل فيه ومش حريص على إن أنا أفيدها ومش حريص على إن أنا أديها معلومة، هي بتفهم إن كل ده رفض لشخصها مش رفض لكلامها، رفض لشخصيتها مش رفض لحوارها، رفض وجودها مش رفض المنطق انت بتعدل بيه وجهة نظر عندها. انت مش عايزني، مش بتبصلي وانا بتكلم، مش بتسمعني وانا بتكلم، وشك مش بيتحرك معايا. أستاذة دينا، كتير جدا من الناس لما بيتقدم لها الأكل بعد ما بتخلص بتقول الحمد لله وتقعد تحمد ربنا ساعة، بس هو مش واخد باله إن يوم القيامة ربنا هيناديله وسط الناس: عبدي هل أديت شكر نعمتي عليك؟ يقول نعم يا رب شكرتك، يقول لم تشكرني ما دمت لم تشكر من أديت لك النعمة على يدي. يعني شكر الزوجة أولى من شكر ربنا بعد ما تخلص أكل. ليه؟ لأن ربنا هو اللي قال كده.